يجيدوا العالم كله أيده. ويا جماعه ما في مخرج، ما في لنا مخرج غير ده يا جماعه. فتشنا لو في مخرج والله ما عندنا اي مشكله، لكن ده مخرجنا الوحيد. عشان كده نحن التسويه دي مؤيديننا وماشيين فيها. وإننا يا جماعه نفعله ده ما بنرجع منه ورا، بنمشي فوق قدام، مرة ما في رجعه. التسويه دي نحن ماشيين فيها. الناس ردوا ولا ابوا نحن ماشيين فيها، لكن برضه لازم تجمع الناس. التسويه لازم تجمع الناس، والناس يا جماعه معروفين في الورقه دي، ومتفق عليهم قبل ما ناجي من الجنينه. في ورقه متفق عليها، مكتوبه متفق عليها، الناس اللي بيوقفوا فوق الحكايه دي. وفي ناس بيجوا في الورش، عشان برضه يا جماعه احنا الحكايه دي تكون واضحه بالنسبه للناس. تسويه دي احنا داعميننا وماشيين فيها، وده مخرجنا يا جماعه، عشان بلدنا دي ما تتفرتك، ما عندنا مخرج غيرها. واي زول داير يتكلم عن السلام وبنظروا قاعدين في بيوتهم وبنظروا في السلام، ديل ما انتم اي كلام دخلوه. سلام ده لا فوق نقاش يا جماعه، ده اخذوا 25%. 25% يا جماعه كثيره. في 75% قاعده، ادوا الناس الاخرين كنتوا عادلين، ادوا الناس ال 75% الثانيه دي. سلام ده ما بنقبل فوق كلام، سلام ده خط احمر. ما فوق اي لغب ولا فوق اي كلام، لكن في ناس عندهم اجنده، ابي ده الاجنده دي احنا ما بنمشي. اي ناس عنده اجنده، حتى لو وقع سلام وعنده اجندته ولا يقبل ناره هو، احنا ما بنقبل كلامه. وقسما بالله اي زول نجي نواجهه في محله. وديل اهلنا من كل فج عميق، من شرق السودان لغرب السودان، ديل اهلنا ما في ذول بيمنعنا منه. نجي ونقول لهم الحقائق والشغل الحقيقي، واي زول عنده الدريبات ومتفق وعملوا له وسووا له نحط لهم في النقاعد برا هنا. ما يغشوكم، ما يغشوكم، ما يغشوكم. خلونا نبني بلدنا، بلدنا دي فيها خير. والله المفروض نكون في مقدمة العالم، والله نكون في مقدمة العالم، ما في النهاية المفروض نكون في مقدمة العالم.